بداية نحن جميعا نريد للأزمة السورية أن تنتهي عبر حل سياسي يعيد لسوريا أمنها واستقرارها ويحقق المصالح الوطنية ويتيح العودة الطوعية للاجئين ولسوريا دورها في المنطقة وفي منظومة العمل العربي المشترك. الآن بالنسبة للاجئين القضية ما تزال موجودة. نحن في المملكة الأردنية الهاشمية كما تعرفين نستضيف 1,300,000 شقيق سوري. كما أكدت المملكة في الأمس هم أهلنا، هم ضيوفنا علينا، نقدم كل ما نستطيع لهم إلى حين نضوج ظروف عودتهم الطوعية إلى وطنهم. القضية أعتقد أنه تم التعامل معها، كلنا مجمعون على ضرورة أن يعود اللاجئون إلى وطنهم عندما تتهيأ ظروف ذلك، وكلنا مجمعون على أيضا ضرورة أن يحظى أشقائنا السوريون بالعيش الكريم وبما يحتاجونه من خدمات خلال وجودهم في بلداننا. وأعتقد أنه سيكون هنالك مشروع قرار إلى القمة يعكس كل هذه التوجهات، وبالنهاية عودة آمنة أو عودة طوعية. لن أتحدث عن مشروع القرار قبل أن يتبناه القادة، لكننا كلنا نتحدث في إطار يحقق العودة ويكون منسجم مع التشريعات الدولية ومع هدفنا بأن نقدم لأهلنا ولأشقائنا ما يحتاجونه من دعم وعون، ولأيضا تتهيأ الظروف التي تتيح عودتهم إلى وطنهم. موضوع آخر هو في صلب التنمية في العالم العربي هو موضوع إعادة الأعمار. نحن نعرف أن هناك دول عدة بحاجة إعادة أعمار، يعني سوريا، العراق، اليمن، ليبيا. ما هي المبادرة التي يمكن أن تخرج عن هذه القمة في هذا الإطار، وإلى أي مدى هي واقعية وحقيقية أم هي مجرد يعني تعبير عن نوايا وتمنيات؟ يعني تحدثنا أيضا في كلمة المملكة أمس عن ضرورة مشروع إعادة إعمار عربي، يرسل رسالة أيضا إضافة إلى إعادة الإعمار أن العالم العربي تتحمل مسؤوليته الدول العربية وليس الآخرين، وكان هنالك طروحات كثيرة حول ذلك. أعتقد أننا بحاجة إلى أن نتحدث بشكل عملي أكثر، معمق أكثر. الحاجة لإعادة الإعمار واضحة ثابتة بحجم ما سببته الأزمات من دمار. السؤال هو كيف وأين ومتى، وهذه تفاصيل يجب بحثها. في العراق الشقيق حقق العراق انتصارا كبيرا، هو نصر لنا جميعا على الإرهاب، وهو الآن يخوض معركة تثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار، وكلنا بحاجة إلى أن نقف إلى جانبه في تحقيق ذلك، لأننا إذا نجحنا في إعادة الإعمار نكون جذرنا النصر الذي تم ضد الإرهابيين، ولا نسمح بعودة ظروف الحرمان والقهر التي يتسلل عبرها الإرهاب لنشر ظلاميته. فبالتالي الكل مجمع على الحاجة والكل مجمع على الضرورة، والآن أعتقد مع تطور الأوضاع السياسية التي تتيح ذلك لابد من حراك، ولابد أن يكون بصراحة أيضا دور كبير للقطاع الخاص في ذلك، فنبحث عن بيئة يكون هنالك إطار سياسي مع خطوات عملية اقتصادية تحقق الهدف المطلوب، لأن في إعادة الإعمار مصلحة للجميع. منطقتنا عانت الكثير من الأزمات، أثر ذلك على مسيرة التنمية، كما ذكر اليوم هنالك حاجة لخلق فرص عمل لشبابنا العربي. كل هذه أعتقد عوامل تجعل من المنطق أن نتعاون معا من أجل طرح مثل هذا المشروع. طبعا لا يمكن الحديث عن إعادة إعمار المنطقة وبينها سوريا، وسوريا ليست عضو في العضوية معلقة. اليوم الأزمة السورية كيف هي حاضرة في هذه القمة، وكيف تتعاملون مع الأزمة السورية؟ الأزمة السورية حاضرة ليس في القمة، حاضرة في واقعنا، حاضرة فيما تسببت من دمار وتشرير وتهجير وضغوط اقتصادية وأمنية إلى غير ذلك، فهي حاضرة بشكل كبير. وأيضا أعتقد أن الكل مجمع على أن الحل في سوريا هو سياسي، ويجب أن يكون هنالك دور عربي إيجابي في التوصل لهذا الحل السياسي الذي يضمن كما قلت وحدة سوريا وتماسكها، يقبله السوريون، يحقق المصالح الوطنية، يتيح عودة اللاجئين، ويعيد لسوريا دورها وأمنها ودورها الأساس في منظومة العمل العربي المشترك. كلنا ندرك أن لهذه الأزمة آثار دمارية يجب أن تتوقف، والكل يؤيد دورا عربيا إيجابيا في جهود التوصل لحل سياسي لهذه الأزمة.